لكن في كلام كتير هنحطه لكم بحضراتكم بعظمة لسانه الفخر بالقيمة. والله حتى لو كنت العندليب الفخر دايما بالقيمة، وهتشوفوا ليه الفخر بالقيمة. خلينا نبدأ بداية، احنا أشرنا في البداية لاهتمام النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب بمد جسور الثقة والتواصل والعلاقة الطيبة مع كل الأندية، مش بس اسكندرية، على مستوى المنافسين كمان يا باشمهندس. عجبني جدا جدا ما قاله المستشار عماد عبد العزيز انطلاقا من تداعيات مواقف الأهلي وتصريحات الكابتن الخطيب. أسمع بعض الإعلاميين وبعض الزملاء الصحفيين، واحد يقول له الأهلي قال مش هيفاوض حد من الزمالك، يقول لك ها ما صدقش. يا عمي لا، ما هم قالوا كتير. طب ما تصدقش مسؤول الأهلي، قالوا كتير. صدق رئيس نادي الزمالك، قالوا كتير كويس. وبعدين حصل إيه مثلا؟ يعني خدنا مين من الزمالك بعد ما قلنا كتير؟ هيقول لك كهرباء 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 بعدين مش وقت. لا، نشوف رئيس نادي الزمالك المستشار عماد عبد العزيز امبارح مع الزميل سيف زاهر قال رايه في هذه الجزئيه. عهد جديد، علاقه جديده ما بين الاهلي والزمالك طبعا. وشفناها مترجمه ما بين حضرتك والكابتن محمود الخطيب، وتصريحات الكابتن محمود الخطيب ان ما فيش صفقات هنخش طبعا على الزمالك فيها، وده حصل بالفعل، والعلاقه يعني اكثر من رائعه يعني. بالظبط، هو العلاقه طيبه حضرتك مع النادي الاهلي تماما ومع الكابتن محمود الخطيب. وفعلا انا بشكر الكابتن محمود ان هو قال على حسب ما انا عرفت يعني ان مفيش اي صفقات في الوقت الحالي من نادي الزمالك، من نادي الزمالك تماما او الاقتراب منها. طبعا بوجه له الشكر، وده ساعدكم يا فندم في التجديد؟ اكيد يا فندم، اكيد اكيد. انا دايما بقول لحضرتك ان الرياضه هي وسيله للتقارب والود والاحترام. هل ممكن يا فندم حضرتك تروح النادي الاهلي تخبط على الاداره هناك او المكتب، تقعد مع كابتن محمود الخطيب تاخد صفقه منه؟ وهل ممكن هو حد من النادي الاهلي كابتن الخطيب يجي نادي الزمالك وياخد منه صفقه؟ انا اتمنى يا فندم في يوم اجد ان الاهلي بيطلب رسمي او الزمالك بيطلب رسمي بطلب في منتهى الشفافيه، انا عايز اللعيب ده وانت عايز اللعيب ده، خده وتعالى ونتفاوض، وده يلعب هنا. حضرتك لو حصل كده تبيعه يا فندم، والاهلي برضو لو حصل ان انا عايز حد من هناك برضو الاهلي يبيعه. ده يا فندم هنقضي والله على التعصب لو عملناها مره واحده بس. لو عملناها مره واحده، لو عملناها مره واحده. الكره دلوقتي في ملعبك وانت خبير الصفقات والتعاقدات، مبدئيا ايه تعليقك؟ هو ده المنطقي. انت عندك لعيب انا محتاجه، واللعيب ما عندوش مانع، ويبقى كلام الفلوس. لو بتحقق لك احتياجاتك خلاص، ده بيحصل مع كل الانديه. لكن هتيجي تقول لي اهلي وزمالك، المشكله مش هنا. المشكله انت كمسؤول، لو انت سبت بارادتك لاعب يروح للنادي المنافس بتاعك، لو حدث لسبب او اخر انه غير موازين القوى، ما اعتقدش ان هيبقى مقبول انه لا يحاسب، سيحاسب صاحب القرار. فهي المساله انت اللي بيحصل ايه؟ ده لعيب عقده خلص، خلاص هعمل له ايه؟ سفرته بره، عنده شرط جزائي في عقده، الامور ماشيه بالطريقه دي. لكن احنا كنادي اهلي بقى، هل احنا فعلا بنحرض لعيبه الزمالك؟ ابدا اطلاقا، لم يحدث. هيقول لك كهربا كويس، كهربا كهربا كان عنده مشاكل كتيره جدا يا جماعه. كان كهربا بنفسه مش هو اللي كان بيجي ناس يقولوا لي، اقول لهم طول ما كهربا مرتبط لا شان لنا بمشكلته مع نادي الزمالك اطلاقا. لكن لو كهربا لسبب او اخر بقى فري، لما تشوف ان اللاعب بمبادره شخصيه منه راح وعمل وسوى ورفع قضايا وخد ما يعتقده حقه، هل ممكن انت تتخلى عن لاعب بعد ما 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 باصرار عايز يجي لك بشكل عملي؟ لكن هل كان لنا دور؟ والله لم يحدث.
اطلاقا. والله والله لم يحدث، لم يحدث ان كان للاهلي دور في علاقه الكهرباء مع الزمالك خالص، ولا سفر ولا البرتغال. في حدود الكلام معايا انا شخصيا. وانت كنت مسؤول في الفتره، ولا حتى بالوعد، ولا بالوعد، ولا بالوعد. مشيت نتيجه تطورات الاحداث، لان في الاخر انت ما انتش عارف ساعه ما يبقى هو متاح مين مين المدرب اللي هيكون موجود وعايزه ولا لا. ايوه دي نقطه، هي دي نقطه مهمه جدا. والمشاكل القانونيه في هذا الامر بدليل هو احنا مش مضينا مع الكابتن الاباني، هو احنا مش مضينا مع الكابتن شيكابالا، هو احنا مش كان معانا عقد الكابتن ايمن حفني اول ما تبدلت الرغبه. وبشير لا لمع دي يقول الناس مش هتفتكرها لان كان فيها بشير التبعي. لا بشير التبعي دي قصه لوحدها. خلينا اهو مثلا يعني اما يجي بمنتهى الاراده الحره بتتفق مع النادي الاسماعيلي بيطلب مبالغ هي الاكبر في سوق الانتقالات، وبياخد اللعيب اللي بقى له 6 اشهر ياخد فيه مبلغ يستفيد منه، وياخد لعيبه وياخد دعم. يعني في محمد عبد الله واخدين شيكو، محمود شيكو الليبرو، خدت باك واديت لهم ليبرو، شريف عبد الفضيل خد احمد صديق، خد احمد صديق زائد مبلغ مالي كبير. ايوه واخد بالك، وبملء الاراده ملء الحريه. فما حدش يجي يقول لي انتوا بقى اللي بتعبسوا في هذا الامر وبتحرجوا حتى الادارات اللي بتاخد القرارات السليمه. لعيب عندي هيمشي ببلاش بعد 6 اشهر ومصمم يمشي، ان ما جاش الاهلي هيروح حته تانية. ده انا هقول لك على مثل صارخ، المعتصم. معتصم سالم. احنا قاعدين وخدنا القرار واتفقنا مع النادي الاسماعيلي والشيك، صدر الشيك، احنا بجهاز الاستغناء، ابعتوا لنا عربيه عشان تاخدوا الاستغناء. والعربيه في الطريق، تليفون تاني، كان حصل مكالمة بتسرع من حد أعلن على الهوى إن الكلام ده في خلال لحظات هيحصل كذا كذا، وأبواق اللي أنت عارفها فلان الفلاني الحقوه والإسماعيلي وثورة، وكلمونا قالوا لنا من فضلكم ارجعوا الكلام ده لحد الصبح. ارجعوا الكلام وما تمتش. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ رايح المعتصم إيه بعديها؟ بمبالغ اقل بكثير من اللي النادي الاهلي كان عارضها. طب هل استفاد نادي اسماعيلي كده؟ ما هو اللعيب هو مصمم يمشي. واخد بالك؟ فراح امبي وكان معاه سيرد باك كمان كويس قوي، كان لعيب منطقه شحاته كان في الاسماعيلي يعني. عبد الله الشحات؟ كان مع وراحوا الاثنين امبي. قبل كده كان لا النماذج كتيره لو اذكر لك النماذج. طيب انا هرجع لكلام المستشار عماد عبد العزيز. المستشار ده هو هل لم يحدث ابدا للاهلي انه فكر يطلب لاعب من الزمالك بشكل مباشر، او انت ما خدتش اتصال من حد من الزمالك؟ كان في كلام. انا هقول لك حاجه. انت هتقول التعاون بالاهلي والزمالك. انا كنت في مجلس الاداره سنه 76. ايوه. ومن كتر الناس اللي بتعبث في العلاقات قررنا احنا والزمالك ان نبقى في مواجهه الفوضى الكرويه اللي على الساحه. نعمل مكتب تنفيذي مشترك بين الناديين من 6 افراد. 76. في المجلس بتاع 76. أيوه. فممكن تقول الموضوع ده كان 78 مثلا. من 76 ل 80. فالثلاثه بتوع النادي الاهلي انا كنت منهم، استاذ كمال حافظ وانا وكان في حد، الثلاثة بتوع الأهلي، وعملنا أكثر من اجتماع مكتب تنفيذي مشترك هتعاون بشكل مباشر أهو. أيوة. في قضايا تهم الناديين وتهم الكرة، ما هو الناديين لما هم القاطرة اللي بتجر، فلو هتاخد اتفاق على قضايا رياضية الوسط الرياضي كله هيستفيد منها. ده كان نموذج للعلاقات ونموذج للفكر اللي هو سابق التعصب. سابق التعصب. فأنا أتمنى إن احنا نوصل للمرحلة دي، لكن هي تبقى بس ما هو ما كانش سابق التعصب، لأن أنا لما ببص هلاقي قبلها بخمس ست سنين أو سبع سنين كانت مباراة مروان يا عم. لا ده مباراة فيها شغب، ملهاش دعوة بالتعصب دي.
ده ناس مش قابله نتيجه. شغب على قرار الحكم. لا ما قرار الحكم شغب ده في العالم كله. لا لكن التعصب موجود. التعصب موجود في شكل ايه بقى؟ الشتايم اللي في المدرجات، في شكل عدم قبول الواقع، انك بتنكر على اللي قدامك اي ميزه وبتنسب لنفسك كل الفضل، بخلاف ما تقوله الارقام والحقائق. ده التعصب. التعصب انك انت دايما شايف اللي قدامك غلط وانت صح، ده التعصب. انما التعصب مش انك تتعلق بناديك قوي، ده تعلق، ومطلوب على فكره انك تتعلق بالمحب الى اقصى درجه واخلاص الى اقصى درجه، لكن تتصرف بحماقه دخلنا في جنون، ده نوع من الجنون والحماقه. التطرف في الحب اللي ياما ناس حبت، سواء اشخاص او كيان او مكان او وظيفه او، واضرت بالمكان بهذا الحب المتطرف. إذن يعني اهتمام الاهلي بمد جسور التعاون والاحترام والتقدير والسلام الرياضي والسلام الاجتماعي والهدوء وخدمه المصلحه العامه والانتصار للمصالح العليا، ده توجه مجلس اداره النادي الاهلي، مش بس تجاه انديه الاسكندريه الشقيقه، تجاه المنافسين الكبار وعلى راسهم الزمالك. وشفنا تصريح الكابتن، هو الهدوء اللي وشفنا رد فعل الهدوء الذي يعيشه الوسط الرياضي النهارده. مش دي ثمره الكلام الطيب اللي بيطلع من هنا ومن هنا، والمواقف الطيبه اللي من هنا ومن هنا؟ كان حلو ان احنا كلنا عايشين هذا الاحتقان. لا، ده الطبيعي، دي الرياضه، دي الرياضه. علشان كده هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بهي دي الرياضه كلام فيها بعض مثل سالم.